يا صاحبي هي دارت مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية. الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية. اغلط وراجع روحك لو كنت من الأشقياء. ايوه احنا هناك مستنيين اهو. طب ما تتاكدي، ما يمكن جيهم مشي، اصل احنا جينا متاخرين. طب تمام تمام كتر الف خيرك، تشكري، مع السلامه. لابس قميص لبني. انا بجد مش قادره اصدق، قميص لبني؟ انا ما شفتش صورته، اتفاجئ بيه كده قدامي؟ ده انا حتى ما حصلتش خدامه من اللي بترديهم على زبايني. بس يا بت، الشيخة فوتنا بتشتغل كده، وكلمة خدامة دي ما تتقالش خالص، أنا ست بيت ما بشتغلش، فاهمة؟ وفريدي بوزك يا تكنيلة. قميص لبني أهو أهو. مساء الخير. اهلا. ازي حضرتك؟ مازن نبيل. اهلا. انت الشيخ فوتني. انا سهنا. ده احنا بنستقبل بقى يا فندم. انا ماشيه. ماشيه رايحه فين؟ اه يا حرام، ما انت اصلك ما تعرفيش، الباقي زميلي في الجامعه وجاي هنا يهزر يا حبيبتي. ايه؟ انا غلطانه ان انا سمعت كلامك ومشيت ورا الهبل ده من الاول. يا هنا يا هنا، المطار زي ما انت شايفه. هنا في عينك، تعالى هنا اقعد اقعد، انبط قدام. نعم امر يا حبيبي. Say to worship before his sarcophagus. Thank you.
جرايه نعيمه انت فين؟ انا في مشوار كده هخلص واكلمك. يا ستي ما ينفعش كده، انت لازم تبقيتي هنا الليله. انت مش قلت لهم ان انت مسافره؟ طيب هخلص واجيلك. في ايه مالك؟ مفيش حاجه، يلا مش وقته بقى، سلام. كم انا سامعاك. ابدا يا طنط، انا قلت كل حاجه. انا مش طنط، انا اسمي نعيمه. حاضر يا نعيمه يا ست الكل. مادام انت بقى زميلها في الجامعه وتعرفوا بعض وابن ناس وعايز تتقدم، ايه بقى لزوم اللف والدوران اللي انت فيه ده؟ ما جيتش تخبط على الباب ليه؟ عشان هنا ما بتديش فرصه لاي حد انه يقرب منها او يكلمها، هي دايما بتقفش زي ما انت شفتيها كده. فانا لما شفت صورتها على الجروب قلت ليه لا، كلمت الشيخة فاطمة وقلت اتكلم واجي اقعد معاكي، ونبهت عليها ان هي ما تقولش اي معلومه عني عشان هنا لو عرفت هتقفش ومش هتيجي. يعني مفيش بينكم وبين بعض غراميات، سلالم جامعه، حركات؟ بصي انا حاولت، بس بنتك صعبه قوي، وش كلب كده، وتحسي ان اقرب حاجه من ايديها فرد جزمتها. طب وانت ايه اللي جبرك على كده؟ ما ده اللي عاجبني فيها، طقه ولاسعه كده، ومع ذلك لا بتصاحب ولا بتلاغي. انا جاي رسمي يا نعيمه، السكك الشمال كتير ومفيش اسهل منها. هو مش في اي ارتباط رسمي، بيبقى في بدايه الكلام كده خطوبه وكلام وبتاع. اه بس انت جاي بطولك من غير اي حد من اهلك، هما مسافرين؟ لا موجودين، بس انا قلت اجي اجس النبض كده واشوف الدنيا فيها ايه، وبعدين ابقى اقول لهم. مش عارف بقى انت ايه يا ولد. انت احنا قاعده هنا مش منقوله غير لما اعرف كل حاجه. احكي بقى. انت ازاي تمشي وتسيبيهم لوحدهم؟ مش خايفه الواد يقول لامك ان هو شافك وانت بتسرقي الموبايل؟ يقول اللي يقوله. وبعدين وانا كنت بسرعه عشان اطلع لي بمصلحه؟ انا كنت بعلم على واحده مضايقاني مش اكتر، كيد يعني مش سرقه. انا اللي اسمه مازن ده ما كنتش طايقه اقعد معاه كمان دقيقه واحده. انت شكلك جايبه اخر، الواد ده نكشك بجد. والله شكلها هي البت ساره. ايوه هي بتلعب عليا لعبه من العابها، وحدف عليا الواد ابن الجزمه ده عشان خاطر يحور عليا حوار جديد انا مش فاهمه ايه. امك ما مسكتش فيكي؟ سابتك كده تقومي قعدت هي معاه؟ يا ستي خليها تقعد معاه. وبعدين هي اصلا امك ما تقدرش تتكلم معايا نص كلمه. مش هي اللي راحت نزلت صوري كلها على النت وخلت الناس تتفرج عليا؟ خليها تشرب بقى. بت يا هنا، الواد ده ممكن يورطك في اي حوار مع امك بالكذب. امك ودانيه، وخصوصا لو حاجه تخصنا احنا. الواد ده شكله بيحب اللعب. امسكي وريني شكله على النت عامل ازاي. بقول لك ايه؟ والنبي فكك مني، انا مش طايقه نفسي. يا بت خلاص، عايز اشوف شكله عامل ازاي، عايز افهم. انت يا زفته، يا زفته. قبل بقى يا حبيبتي اشربي. انت جننت يا بنت، تسيبيني وتمشي واقعد لوحدي مع الواد؟ ماما هو انت بتتكلمي بجد؟ يعني انت بتتكلمي في موضوع ان الواد ده عريس جاي يتقدم بجد؟ ما يكونش جد ليه يا نوم. الله، الواد نضيف وجاي من الباب، قعدت معاه اخد وجهي معاه في الكلام، مش يمكن هو ده اللي جاي من الباب؟ والله العظيم انا ما بقتش فاهماكي بجد، انا ما بقتش فاهماكي. بقولك كان بيزنق عليا في الجامعه، كان عايز يتحرش بيا مثلا. تحبي اوضحلك اكتر؟ انا ليا اللي انا شايفاه، شايفاه زي القمر وابن ناس وسنه من سنك وابن عيله، ولا هو كبير ولا هو معيوب عشان اسيبه وامشي زي ما انت عملتي. وبعدين بذمتك لو شفتيه في شارع مش تتمني ان هو يجي يتقدم لك يا بت؟ بت انت ماشيه مع حد يا بت؟ انت ماشيه مع حد يا بت؟ يا بت في حد؟ مفيش، سيبيني بقى. خلاص مادام مفيش يبقى كلامي هو اللي هيمشي. هرجع من السفر اكلمه وهنقابله انا وانت، ورجلك فوق رقبتك. يا اخوانا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اسمعي منك ليه، انا غلطت خلاص وفاض بيا. سماح نعم. انا هروح البلد علشان اتصرف في الفلوس، الجزمتين دولت ما يبعدوش عن عينيك دقيقه واحده لحد لما ارجع. نعم الله عليكي، زي ما انت سامعه كده. ايه هشيل همك وهم الدنيا فوق دماغي؟ كلبه منهم تغلط تكلميني في التليفون؟ يا اختي انت الله يكون في عونك، اجري الحقي هاتي فلوس. الناس بره عماله تبيع في بيوتها والورش بتاعتها. بتخرفي بتقولي ايه يا بت؟ ايه المنطقه مقلوبه بره، المخفي اللي اسمه نور لما شويه مقاطع حواليه وعاملهم رجالته
وبعوله بيوت وما شغاله معاه في السنتر ده، حتى رؤوف الحداد المنايل اللي هو كمان هيبيع. النهار اسود، ايه الرجاله الخيخه دي؟ ما تسيب حتة الحديدة اللي في ايدك ديت وتتمرن كده هوت عشان تروح تبيع اشربات. ايه يا ام منى مالك؟ ايه الدخلة الوسخة على المسة دي؟ يا راجل يا عرة، تسيب بيتك وورشتك عشان تروح تقف في وسط نسوان وتبيع اشربات؟ ابقى فوت عليا يا اخويا في البيت علشان اعمل لك كده هوت شوية شاي واعرفك ايه الفرق بين الشيفون والجيرسيه والحرير. طب اتكلي بقى على الله وليه وخليكي في حالك، ولا هو عشان هيخرجك من الحتة ايد ورا وايد قدام ومالكيش تعالي خدي زينا؟ مين دي اللي هتخرج من الحته يا اخويا؟ ده انا لو قطعوني نساير نساير ما سيبهاش. انا مش قليله الاصل زيكو. لا بس عندك وصولات وهتطلعي منها غصب عنك مش بمزاجك، انما احنا طالعين نشوفك لعيشنا. واتكلي على الله بقى عشان مش عايز اطول معاكي، انا ما بمدش ايدي على حريم. لو النبي ما هي ناقصه، ما هي ناقصه يا وليه. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله. لا اله الا الله، اللهم صل عليك يا نبي. يا حاج نور اوعى يا اخويا. يا حاج نور، يا حاج مدام ايدك فرت قوي كده يا حاج، وبتوسع شغلانات بشقق على الرجاله، ما تصبر على الوليه اللي بتجري ورا بناتها ولا ليها لا حول ولا قوه. انا حر يا وليه اعمل اللي انا عاوزه. عامله دوشه بقولك في الحته ليه؟ مالك؟ ما بشحتش منك، ما بطلبش منك حاجه، بقول لك اصبر عليا شويه. ايه ما تنزلش كرباجك الحامي عليا، حرام عليك. زلطه لم يا ابني الحاجه دي وطلعها فوق. يلا يلا يا غريب، لا كام يوم ونخلص من الاشكال دي. معايا اللقوه منك، صاحب الملك كله، ولو مشيت الخلق دول كلهم من بيوتهم والله العظيم انا خارجه من بيتي. نعيمه فاضل لك كام يوم واطلع بصراتك على الاسم. ما فاضلش يا ابن فتحي، اطلع اشرب الشيشه بتاعتك في تكييف ابوك، وانا هسافر البلد ابيع اللي ورايا واللي قدامي، واشحت من طوب الارض وارمي لك فلوسك على الجزمه القديمه. ماشي يا نعيمه، وانا هفضل قاعد مستني. اشهدوا يا اهل الحته. بنت يا سماح، هاتي لي الشنطه بتاعتي، والله لا مسافره دلوقتي. حاضر يا نعيمه. اوعى يا اخوي اوعى. يلا يا ابني انت اهو، يلا وانا اشوف حاله. يلا عمري ما شفت امك كده قبل كده. ايه الجبروت ده؟ لا ده مش جبروت خالص، دي كانها ماليه ايدها من حاجه، كأنها عارفة هتجيب الفلوس منين. أمال إيه الهم اللي كانت معيشانا فيه طول الفترة اللي فاتت دي؟ تقصد إيه؟ نهار أسود لو طوعت كرم في مصيبة. مصيبة إيه دي؟ هو أنت نسيتي الحاجات اللي إحنا لقيناها عند كرم في الأوضة ولا إيه؟ وبعدين أرض بور إيه الكام شبر دي اللي هتعرف تبيعها بين يوم وليلة؟ دي قعدت سنين تدلل على إيجارها ما عرفتش. أنت واقفة عندك هنا بتعملي إيه؟ ايه البنسه بتاعتي وقعت، بدور عليها والله. بنسه ايه يا روح امك؟ اوعي تفتكري نفسك بجد واقفه على الفصل اليومين دول. قسما بالله العظيم لو ما لميتي نفسك لحبسك في اوضه تبيدي لوحدك ولا حد يحس بيك، انت فاهمه ولا لا؟ انا ما رضيتش اكتر في الكلام قدام نعيمه علشان كانت على اخرها، لكن اقسم بالله الحركه دي لو اتكررت تاني بالجزمه وعلى بقك. اهي بنسه والله. ايوه يا حوده، قول لي كلمتين حلوين. انا ما بهزرش يا روح امك، انا لسه سامعه كلام يسم البدن، عايز احس يا اخي ان انا بني ادمه. قول اي حاجه يا جزمه.
بيتك. انت جاي تعزق الفلوس هنا؟ ايه؟ انت بتدفع في الليله هنا كام يا واد؟ لا كنت انزل في فندق بتاع التعريف عشان يسرقوني وانا صاحي. الاوض هنا فيها خزن بارقام، يعني احط الحاجه فيها وانزل الف وانا مطلع. خزن؟ لا والله طمنتني. بقول لك ايه بقى، فكي، عايزين نبسط لنا يومين، كفايه هم الايام اللي فاتت. ولا انت صدقت ان انت نازله بلد بجد عشان تتمرمطي وتلمي الفلوس؟ حاسه ان ربنا مش هيسترها معانا المره دي، والراجل اللي اسمه نور ده هو مش هيخيل علي الكلام ده. طب اللي سلفني النهارده ما سلفتيش قبل كده ليه؟ عشان عمرك ما كنت في زنقه زي دي يا نعيم. يعني مش بيتك، يا الدفعه هتبقى في الشارع. وبعدين موضوع الارض ده برضه خطأ كويس، يعني لو حد ساله على حاجه نشوف الحاج توفيق ونظبط معاه الكلام. الله عليك انت شطان، تخليني اكذب وتخليني اعمل حاجات عمري ما عملتها قبل كده. بس هو انت ليه كنت ممشيها سلف كده؟ يعني ازاي تسويها توصل للرقم ده؟ عشان كنت لوحدي وطولي وربي بنتين والبيت ما فيهوش راجل، فاكر الراجل؟ يلا. منا منا قومي يا منا، في واحده بره عاوزاكي. بس يا صلاحي مش عايزه، انا مش قادره اقوم. يا منا في واحده اسمها نهى بتقول انها صاحبتك قاعده بره. تسلم يا حاج توفيق، ربنا ما يحرمني منك. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك. مع السلامه. لسه قافل مع الحاج توفيق، هيظبطنا تظبيطه 100 100. بيقول ان هو ممكن يجيب ناس تقول انها اشترت الارض، واحنا كده ولا كده البيع عرفي لحد الناس بقى ما تنزل وتسجل. يديني ويديكي طول العمر يا نعيمه. يا خويا يا ريتني عندي نص الثقه اللي عندك دي. انا بس عايزه اعرف، انا حاسه انك انت ولا انت خايف ولا انت قلقان حتى بينك وبين نفسك، ازاي؟ عشان لو اتهزيت لحظة ممكن كل حاجة تقلب علينا. لا يا نعيمة اجمدي كده. افرض المنية النور ده بعد ما اخذ الفلوس شك فينا، مش يمكن يروح يبلغ عننا؟ وهو ليه غير فلوسه؟ حتى لو احنا زي الفل، اللي عايز يثبت علينا حاجة يبقى يثبتها بقى. ربنا يستر بقى. اما انا عارفة في حد يعمل كده. انت ما كملتيش كام يوم يا بنتي، احمدي ربنا انه بعت لك فوسه زي دي تضيعيها من ايدك. انت عارفه في كام واحده تحلم بس تدخل مكتب شريف مش تتكلم معاه ويثق فيها ويديها شغل كمان؟ جرى ايه يا نهى؟ هتفضلي مستهبله كده كتير في الكلام؟ بتتكلمي على الشغل كانك بتتكلمي على الغياب والحضور بجد ولا ايه؟ والله انا حبيت اتكلم عن مداري عشان ظروف جميل زي اللي احنا قاعدين فيه ده في على الاقل 3 4 جيران سامعيننا دلوقتي. انت جايه لوحدك ولا هو اللي بعتك؟ طبعا شريف ما يعرفش ان انا جايه لك. على فكره يا بنتي شريف من بره يبان عادي ولا كان في حاجه حصلت، بس من جوه ربنا ما يهويكي حاجه تانية خالص. يا منى لو ما جيتيش لوحدك الراجل ده واصل وليه كلمته في كل حته، عمرك ما هتشتغلي تاني. طب اقول لك على حاجه، لو جيتي لوحدك قبل المهله اللي هو مديها لك هيشيلها لك، والله العظيم هيشيلها لك وهتبقي في حته تانية خالص. لا صاحبتي وحبيبتي وقلبك عليا قوي، انا في الجامعه كانوا بيقولوا لي بعدي عن البت دي، دي مريضه ونفسيه وتعمل اي حاجه عشان توصل. كنت اقول لهم لا دي شاطرة وانتوا فاهمينها غلط. كان أي حد يجيب سيرتك في كلمة كده ولا كده كنت بديله على دماغه. يا نهى مفيش حد في الدنيا دي كلها عارف سر غيرك. طب وإيه اللي اتغير يا عبيد؟ والله العظيم من قلبي عليكي. أنا عايزاكي تطلعي لقدام. اللي حصل مع حسام أيام الجامعة يا منة طلعتي منه خسيرة وما استفدتيش أي حاجة. على الأقل استفيدي من الموقف. لا يرحمك. أنتِ عايزاني أبقى وسخة زيك. مش هين عليك أطلع من الحوار ده وأكمل حياتي عادي. عايزاني أغرز أكتر وأكتر. تصدقي يا بت انت طلعتي وسخه بجد وبتغيري من اللي احسن منك وعايزه تتحكمي فيهم وبس. ياه انا طلعت بنت كلبه قوي. اتفضلي بره من هنا يا نهى، مش عايزه اشوف وشك تاني. وانا يا ست فقريه مش وش خير. يلا مع السلامه. اوكي يا منى انا همشي. وعشان انا جدعه مش هقول لمستشرف على حاجه من اللي حصلت النهارده. لما تقعدي لوحدك وتفكري هتوصلي للصح. يا بنت خلصي بقى واقفلي. الله يلا خدوا بالكم من بعض انت واختك. يلا يا رغايه
يو. الصراحه بقى البت هنا عندها حق، كان لازم تعمل كده وتمشي. وانت مش فاهمك انت، تنير على عينك. الشيخه فوتنه دي ما تجيبش اي حد كده ولا كده، ما تجيبش حد نص لب. فوتنه ايه بس؟ تعالي في جامعه يا نعيمه، الواد عنده 20 سنه يفكر ليه في الجواز من اساسه. وما يفكرش ليه ما دام جاهز؟ ايه المانع يعني؟ اللي في سنه وظروفه يفكر يعيش حياته، يسافر، يلعب، يقعد، مش يتجوز. وبعدين يعني ما شفناهوش مثلا دخل بخالته فنقول ان هي اللي دورت واتقصت وفكرت وسحبته معاه. ويعمل كده ليه؟ بيلعب يا نعيم، عايز يقرطصك. يقرطصني؟ اه يقرطصك. ندخل البيت من بابه، نعمل خطوبه، نقعد سوا، وبعد كده مع الف سلام. يا واد انت ليه فاكر كل الناس عامله زيك؟ قفلتني، هروح اريح في الاوضه. هي فين الاوضه؟ انا مش عارفه فين، ما تيجي توصلني يا واد. الله، قفلتني قفله. امك مش طبيعيه بجد انها تفكر ان في جوازه ممكن تمشي كده. قلت لك مليون مره قبل كده، امك في حوار الجواز ده مش هتسيبنا في حالنا. طب وانا مالي انا؟ انا مالي؟ واحد حبيتيه وتعلقتي بيه سنتين وسابك، انا مالي انا؟ وبعدين افرضي ان انا مش عايزه اتجوز من اصله. الحوار مش حوار انا وبس يعني. امك متعقده من الجواز من الرجاله كلهم. انت اصلك ما تعرفيش ابوكي عمل فيها ايه زمان، ما تعرفيش ايه اللي حصل. تعقد على نفسها بقى، ملهاش دعوه بيا ولا بيكي. ابوكي تفرش زمان مع بدريه مكرم. مش طول عمرك عايزه تعرفي ايه اللي حصل زمان؟ غير ان هو كان بيضربها وبيسرقها وشايل البيت باللي فيه، ضرب رفق مع بدريه، وبدريه ما كانتش بتقول لا. والموضوع كان سالك، الباب في وش الباب، وامك كده كده ما كانتش قاعده في البيت، كانت بتخدم في البيوت، وخالك كمان ما كانش قاعد في البيت، كان رايح جاي على البلد. وفي يوم بقى أبوكي خد بدرية وطفش، وأمك شالت كل حاجة، شالتني وشالتك وشالت كرم كمان فوق البيع. عشان كده أمك متعقدة من الجواز وعايزة تنقلنا على مزاجها واللي هي تشوفه بس. ما تعرفش إن بالوسواس اللي عندها ده ممكن تلبسنا في حيطة، تلبسنا في جوازة أسود من اللي هي اتجوزتها. فهمتي بقى اللي حصل؟ ازاي ما حكيتليش كل الكلام ده زمان؟ عندك حق. ازاي ما حكيتلكيش كل الحكايات الحلوه دي؟ صباح الفل، امسكي يا اختي امسكي. ايوه جاي لي نوم. قاعدة بتقلب على الجنبين مش عارفة اغمض عيني. مالك؟ خايفة ولا ايه؟ عمري ما غيرت فرشتي من ساعة ما بطلت اخدم في البيوت، ما بتش بره، ما بحسش بالامان الا في اوضتي في مطرحي. طب ما تقري فاتحة وام عاصي، مش انت دايما بتقولي لنا كده؟ هو مش رب هنا رب هناك برضو؟ مشكلة مش في النوم، حاسة ان السرير اللي جوه ده كله شوك عشان بفلوس حرام. هو في ايه؟ مش هنبطل بقى. انا بصراحة بقى زهقت واتخانقت من بقين اللي انا حفظتهم دول. ما تفوقي بقى من الدور اللي انت عايشة فيه ده يا نعيمة. انت اتجننت يا واد؟
بتزعق فيا؟ عمال اكلمك بالعقل واهزر معاكي وانت كل كلمه والتانيه حرام حرام. في ايه؟ انت بني ادمه زينا على فكره مش ملاك، وعايشه معانا هنا في الدنيا، مش نازله من الجنه بجناحين. بني ادمين عادي وبنغلط. انا وانت بالذات شايلين ذنب اللي حصل زمان عشان عالم زباله كنا معشرينه، واللي احنا فيه ده دلوقتي بسببه وبسبب اللي حصل في الليله هي. ازاي بعد كل ده وبعد كل اللي شفناه والطين اللي احنا شايلينه مش عايزه تتحوري تبقى زبالة الخلق يا نعيمه؟ اللي خلاني اعمل كده بعد العمر ده كله، طول عمري عايشه نظيفه وشريفه، دلوقتي لا طولت لا دنيا ولا اخره. طبعا انت لا فاهم ولا حاسس. لا فاهمك يا نعيمة، بس انت نظيفة وشريفة طالما نيتك كده. المهم النية في ايه؟ واحد زي ما بيركعش هو اللي هيقولك كده. انا ناوي احوش وارجع كل فلوس المدعوة مرة. احنا سرقناها عشان ما كانش معنا فلوس. هقولك اكتبي وصيتك لبناتك عشان لو ما لحقتيش لا قدر الله يعني يسددوها عنك. تاكل بعقلي حلاوه، هذبح عجل وافرقه على الغلابة. على انما ما ارد عليكي، ولو كلمه زياده هذبح عجلين. صباح على خير يا نعيم. وانت من اهل ولا انت كان عندك ست هنا في الاوضه؟ ما دام ما بتردش يبقى صح. مالك يا ولا؟ انت بتعيط يا ولا؟ انا ما بعيطش، اللي زي خلص العهد من زمان يا نعيمة. مين دي اللي عاملة فيك ده كله؟ واحدة ما تتخيرش عن بدرية. وانت وقت ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ تتجوز؟ اه تتجوز وتخلف وتنسى القرف اللي انت فيه ده. انا هدور لك على عروسه واجوزك واخد عيالك في حضني. ودي مين بقى اللي ما ضاعي عليها؟ تقول عليا انك ده يا ولا؟ أزبل حاجة في الدنيا مشاوير الحكومة دي. هو أنت يعني بتعملها على رجلك زي زمان؟ ما أنت قاعد بيه في العربية، السواق هو اللي بيطلع وينزل ويا دوب يقول لك على ميعاد الإمضة. ماشي يا سالو. معلش أنا مودي مش تمام النهاردة. حصل إيه تاني؟ ولا حاجة. طب صالحت دينا ولا لسه؟ نعم. هو مين اللي زعلانة من التانية عشان تبدأ تصالحها؟ سالو ما ينفعش كده، إحنا قلنا إيه إمبارح؟ انت ليه مصمم تصغر من نفسك قوي كده؟ على فكره بابا مش هيحبك اكتر لو عرفت تقنعني يا صلاح. لا ده انت بقيتي حاجه صعبه قوي، انت عايشه تقرف. اتصدمت قوي؟ اصلا مش محتاجه شرح. لو عايز تفضل على حجر بابا يبقى لازم ترضيني انا مش اي حد تاني. كل ده عشان بقولك الدنيا تبقى لطيفه؟ عشان مش عاجبني الوضع ده؟ احنا عايشين في وش بعض وطول الوقت هنخبط في بعض، فما ينفعش نبقى كده. انا مش اقل منها ولا هي احسن مني. طز في شهاداتها وعيلتها وشكلها. انا مش هتطلع لي واحده من تحت الارض تتنطط عليا. انا سلوى بنت رأفت رشيد الراوي. انت واقفه عندك بتعملي ايه؟ خشي خلصي المطبخ. سلوى انت مريضه، انت بجد مريضه ولازم تتعالجي. انت مش هتقدري تكملي كده يا ماما. ايه
بس ده غالي يا بنت. انت بنت خسرتي فلوس من المدعوة اللي اسمها سلوى؟ يا لهوي دي كانت تذبحني. امال ايه؟ ده انا عارفه تمنه غالي في السوبر ماركت. جبتي الفلوس منين؟ اصل الباشا الكبير اداني ورقه ب50 كان بيصالح. يخرب بيتك انت ايه بقى زقيعه بتاع ده؟ ده بدل ما تحوشي لك ولا تجيبي لك اكتر من حاجه؟ اعمل ايه؟ ما انا كان نفسي ادوق بقى. كوني بسرعه لازم ادخل بدل ما البومه دي تزعق. النبي صح. دي ولا تفرق حاجه عند الرايه مرات الحاج سعيد. وقال ايه؟ حتى راسها براس الست دينا. اسكتي اسكتي على اللي سمعته. سمعتي ايه؟ دي هتفتح الباب. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انت ايه اللي نازلك تحت كده؟ معلش يا ست سلوى كنت بسلم على انتصار اختي بس. طب خشي دخلي الحاجه جوه بسرعه. وانتوا بقيتوا بتلكلكوا مش زي الاول. والله ابدا بس الجو تراب يا فندم. بكره لو لقيت العربيه زي اليومين اللي فاتوا احنا هنلغي الخدمه من عندكم خالص ونشوف شركه تانية. اوكي؟ تمام يا فندم. شكرا. مش معجزة وأنا بس للأمل.